الدراسات اللي قريتها بالنسبة لل الوفيات اللي كانت بسبب المضادات، عفوا الأمراض البكتيرية المقاومة للمضادات، كانت 23,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016. وكمان ما نقدر نغفل القسم المادي، أكثر من 10 مليارات دولار دفعت لمعالجة هذه الأمراض. فعندنا في الكويت عشان نحاول نحد من هالمشكلة، طلعنا في موجود فعلا في قرار بتجريم وصف أو إعطاء مضاد حيوي بالصيدليات من غير وصفة طبية.